انطلقت مساء اليوم في مقر حزب مستقبل وطن الجلسة الثانية من الحوار الوطني ما بين الأحزاب السياسية، بين 7 من الأحزاب السياسية، وهي مستقبل وطن والمصري الديمقراطي وحزب العدل والإصلاح والتنمية والغد والمحافظين. الأحزاب كانت النهاردة يعني في مقر حزب مستقبل وطن بتقوم بالحوار في الجلسة الثانية، والمهندس حسام الخولي أمين عام حزب مستقبل وطن قال إن كافة الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني أحزاب وطنية من خلفية واحدة، وهي 30 يونيو، مهما اختلفت الآراء والأوضاع الاقتصادية. السبع أحزاب اللي هم مستقبل وطن والمصري الديمقراطي وحزب العدل والإصلاح والتنمية، الشعب، الجمهور، والغد، والمحافظين، أحزاب متفقة تماما على الارتقاء بهذا الوطن، على دعم هذا الوطن، على تشجيع أي دفعة في مجالات العمل بالكامل في هذا الوطن. وبالتالي دائرة النقاش متسعة ما بين الأحزاب السبعة، وهناك قوانين ملحة أيضا موجودة في طاولة النقاش. سيتم العمل على عدد من هذه القوانين كمباشرة الحقوق السياسية، كتقسيم الدوائر الانتخابية، والحوار الوطني بين الأحزاب السياسية فرصة بالتأكيد لطرح كل وجهة نظر لكل حزب، بدلا من أنه وجهات النظر دي تتقال في الإعلام، تتقال في تصريحات في مواقع، وممكن تثير بلبلة أو جدل ولا يتم الاتفاق عليها، لأنها ممكن تبقى غير مفهومة، ممكن تبقى مجتزأة، ممكن ما تبقاش هي دي التصريحات السليمة اللي أخذت من شخص معين تابع لأي حزب. وبالتالي ما يحدث اليوم بين هذه الأحزاب يكون أكثر تنسيقا وانضباطا واتزانا. خلينا نشوف التفاصيل أكثر مع زميلنا طارق أحمد، موجود من مقر حزب مستقبل وطن الآن، وعنده أكيد متابعة وتفاصيل ومعلومات أكتر عن الجلسة الثانية للحوار الوطني بين الأحزاب السياسية. مساء الخير ريهام، من مقر او المقر الرئيسي لحزب مستقبل وطن في القاهره بحييكي وبنقل ليكي فعاليات جلسه مؤتمر الحوار الوطني لمجموعه من الاحزاب السياسيه. الجلسه بتضم حوالي 7 احزاب، هي على الترتيب: حزب مستقبل وطن، حزب العدل، حزب الاصلاح والتنميه، حزب الشعب الجمهوري، وحزب المحافظين، وحزب الغد، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. طبعا هذا الاجتماع بيركز على الاستماع والتشاور ما بين هذه الأحزاب وبعضها البعض حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة في مصر، في مقدمتها طبعا انتخابات مجلس الشيوخ، وبعدها انتخابات المحليات، وانتخابات مجلس النواب. لإلقاء المزيد من الضوء على هذا الاجتماع، معي الآن المهندس حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل الوطن. باشمهندس حسام، بحييك وأهلا بيك معانا على شاشة سي بي سي وبرنامج هنا العاصمة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني لو حضرتك تدينا فكرة عن الاجتماع وما يحويه من مناقشات ما بين الأحزاب المتواجدة. يعني هو ده الاجتماع الثاني الحقيقة. احنا عملنا اجتماع الأول بحضور 4 أحزاب، النهاردة 7 أحزاب. في الأول والآخر الفكرة الرئيسية ان احنا داخلين على استحقاقات دستورية كبيرة، عندنا مجلس شيوخ، انتخابات ومحليات، ومجلس نواب، عندنا قوانين مباشرة الحقوق السياسية نازلة، وتقسيم الدوائر ده عاوز نقاش كبير قوي من الأحزاب. فالحزب هو بيفكر بدل ما الأحزاب تكلم بعضها عن طريق الإعلام وكل واحد يبتدي يقول رأيه ويحصل فيه شد وجذب، وحاجات أوقات تبقى مفهومة وحاجات مش مفهومة، وحاجات سهل إنها ما يبقاش فيها خلاف. فإحنا دعينا الأحزاب، والحقيقة شاكرين لبوا الدعوة وأنا بشكرهم على كده. تشاور، كل واحد بيقول وجهة نظره. ناخد بالنا برضو إن الأعداد دي مهمة، لأن الاستحقاقات اللي جاية في عندنا دستور حاكمنا بمواد معينة، وبالتالي كان لازم نحط سياق معين ما يطلعش بره الحديث عنه. يعني ما حدش يقدر يقول لي مثلا ايه هنعمل انتخابات فردي كلها، طب ازاي؟ طب عندك كوتة 25% المرأة، وعندك نسب تانية لذو احتياجات خاصة، وعندك نسب تانية العاملين في الخارج والعمال والفلاحين والشباب مثلا يعني. وبالتالي كل الحديث لازم يبقى حديث مدقق. معانا اساتذة الدستور
في اللقاء، معانا أساتذة قانون في اللقاء، عشان الفكرة عموما تطلع بأريحية من الأحزاب على النظام السياسي اللي هيبقى موجود في البلد على طول. أوقات لو ما فيش هذه اللقاءات بيبقى في احتقان بلا داعي، بلا داعي، لأنه ممكن يبقى حاطط نفسه فكرة عاوز يطبقها بس هي دستوريا لا تطبق، يعني ما حدش مانع بس هي دستوريا لا تطبق. هو ده النقاش اللي حصل في الجلسة الأولى، والجلسة الثانية 7 أحزاب، وإن شاء الله الجلسات الثانية هتبقى أحسن من كده. هل يتوقع توافق الأحزاب 7 حوالين قانون الانتخابات، سواء كان فردي أو قايمة، وإذا كانت قايمة هتبقى قايمة نسبية ولا إيه؟ هل يتوقع فعلا إصدار قوانين أو مشروعات قوانين من خلال هذا الاجتماع؟ ما مش شرط تبقى الرؤية كاملة بنسبة 100%، ده ما فيش حاجة بتبقى 100%، بس لو وصلنا لاتفاق معين بنسبة معينة ده بيبقى والكل بيبقى مرتاح، دي بتبقى حاجة جميلة. الحاجة التانية برضو اللي انا بجيد عليها ان احنا عندنا حاجات ربطانة، يعني احنا القعدة الاولانية اتكلمنا في ناس قالت طب فردي، فاحنا شرحنا طب ما الدستور بيقول 1 2 3 4 هتطبقها ازاي. انا كحسام الخولي دايما من خلفيتي من زمان في السياسة بحب القايمة النسبية، انما من غير اقدر اقول قايمة نسبية لو ما عنديش شروط، لو عنديش كوتا، يعني لو عنديش كوتا دايما احب قايمة نسبية، انما في وجود كوتا اعملها ازاي؟ ما يعني لو في حاجة عاوز اعملها وما ينفعش تعمل دستوريا خلاص يبقى احنا بنحيها ونبتدي ناخد منحة تاني. المهم في الموضوع ان احنا نطلع كأحزاب مش شرط متفقين 100%، بس عندنا اريحية داخلية ان محدش بيعمل حاجة غصب عن حد. وجهات نظر نحترم كل وجهات نظر، فاتحين وجهة نظرنا لأي حد وبنسمع من أي حد، وفي الآخر أكيد هنطلع باتفاق في الرؤية، في الرؤى مش في للسبع أحزاب. احنا عملناها 4 بعدين 7 بعدين بعد كده هتزيد، ليه ما عملناهاش برضو مجموعة كبيرة؟ اتعلمنا عمليا من السياسة، لو حضرتك عملت اجتماع لأحزاب مثلا نقول 30-40 حزب من الأول مش هتطلع بنتيجة، انما ما بتاخدها بالتدريج وبتطلع بحاجات منطقية، وكل مرة بتيجي ورقات عمل مختلفة لغاية ما بنطلع بنتيجة بتبقى النتيجة احسن كتير. باشمهندس حسام، في نهاية اللقاء بحضرتك بشكرك جدا واهلا بيك معنا على CBC. متشكر يا فندم، متشكر للاستضافة. ده كان لقائي مع المهندس حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن، ودي كانت متابعتنا لجلسة أو مؤتمر الحوار الوطني لمجموعة من الأحزاب السياسية في مصر. أما الآن فعودة إليك مرة أخرى في الاستوديو ريهام، إليك الكاميرا والميكروفون. شكرا جزيلا للزميل طارق أحمد، شكرا لضيفه الكريم المهندس حسام الخولي.